المادة 19 من مشروع قانون مالية سنة 2023 لما لها من تداعيات خطيرة على المهنيين. ثالثا، استغرابنا غياب الحس التشاركي في التعامل مع قطاع المحاسبة. هذه الوقفة ديالنا تندرج في إحدى أهم محطات اللي ممكن يناقشها المواطن المغربي، المقاولة المغربية، الهيئات، نقابات الأحزاب السياسية، وهي مشروع قانون ديال 23 المالية الذي يحكم كل العلاقات والمعاملات المواطنين، هيئات، أشخاص، مهن طوال سنة عام من يناير إلى ديسمبر. اليوم نطالب احنا كمهنيين بإسقاط مادتين مهمتين، 15 مكرر 45 مكرر، لما له من تداعيات خطيرة والتي تضرب في الصميم دستور المملكتنا المغربية الشريفة ديال 2011 الذي يتحدث عن مساهمة المغاربة بقدر مدخولهم، يعني بقدر أرباحهم في خزينة الدولة. اليوم نتحدث عن مساهمة مواطنين وهيئات ومهن وشركات بقدر حجم رقم أعمالهم. هناك فرق كبير جدا بين رقم الأعمال والربح الصافي. كذلك نتحدث عن تضريب ومقاولة الصغرى والمتوسطة بسعر أعلى من السعر المتعارف عليه ديال 10% إلى 20%، وتخفيض السعر الضريبي ديال الشركات الكبرى من 31 إلى 20%. هنا تظهر بأن الحكومة المغربية تغرد خارج السرب خطابات صاحب الجلالة، الدولة الاجتماعية، العناية بالمواطن، المناظرة اللي كتحدث عن العدالة الضريبية، كل يعني المبادئ، الحقوق، المساواة الضريبية، يعني كل التعاقدات اللي ممكن نهضروا عليها ولا الشعارات اللي خدينا على عاتقنا كمهنيين باش نحطوها أمام صوب عيوننا باش نأكدوا المقاولات، ضرورة انخراط في الورش الملكي ديال التغطية الصحية، في ضرورة انخراط في إغناء خزينة الدولة. اليوم نجازى كمهنيين بمنع من الوقفة أمام وزارة المالية وزارة الوصية، و نقوم بوقفة أمام البرلمان. نقول للبرلمان هناك أصوات مواطنة من طبقات متوسطة تتحدث باسم الضمير وباسم الوطن وباسم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمياه الحرة، عسى أن تجد هذه الأصوات من يسمعها في قبة البرلمان، والاستجابة لمطلبنا الأساسي اللي هو إلغاء 15 مكرر 45 مكرر.